السلام عليكم. دولة الصهاينة اللي اسمها اسرائيل هي جسم غريب مزروع ما بين العرب، جسم منبوذ وهو عارف ان هو منبوذ لانه مزروع ما بين اخوة عرب وهو غريب ما بينهم. وعدوك الصهيوني ده بقى عايز ايه علشان يهزمك غير انه يشق الصف ويشتت الاخوة عنه؟ هما الصهاينة عايزين ايه غير ان العرب يخبطوا في بعض عشان تفضل الكلمة العليا والسيطرة في المنطقة لصالحهم؟ تعبنا واحنا بنقول ان الاعلام ده هدفه هو تشتيت العرب وخبطهم في بعض. انا راضي ذمته. هل ده اداء اعلامي المفروض انه محترف وبيتصرف عليه مليارات، ولا ده اداء اعلامي بيقدم خدمه للصهاينه بمنتهى البجاحه علشان يطلع واحد ويقول للعرب كرهوا بعض وخبطوا في بعض وحاربوا بعض؟ القصه وما فيها. جمال ريان منزل تغريده ومستعين بفيديو لغواف السعين اللي سبق ورديت عليه. بيقول في التغريده: سعودي يطعن في شرف امهات مصر. لاحظوا صياغه جمال ريان للتغريده، رساله بيوجهها للمصريين وبيقول لهم ان في واحد سعودي بيطعن في شرف امهاتكم. صياغه التعميم الهدف منها طبعا شحن البغضاء والكراهيه ما بين شعبين عربيين ومسلمين. اولا كلام الشخص النكرة اللي في الفيديو ده كان متوجه لنا شخصيا، وانا رديت عليه بما يستحق وكفى، وهو طبعا ما بيمثلش الا نفسه، ده لو عارف يمثلها اصلا. ثانيا بقى وده الاهم، يا جمال يا غيان انت بتتكلم على الطعن في الشرف. لا يا شيخ، طب احلف كده يا جمال. امال مين اللي معاك في الصوره دي؟ مش ده صاحبك اسامه فوزي اللي انت بتقول عليه انه اعلامي كبير؟ مش ده صاحبك اللي اتشهر بقصص البورنو اللي كان بيحكيها عن السراير، قصصه الخياليه عن سراير الحكام العرب اللي كانت ماليه كتبه وفيديوهاته؟ مش ده اللي اتشهر بسبب حكاياته الجنسيه والفاظه السوقية واللي ما خلاش حد ابدا من شر لسانه القذر؟ مش ده صاحبك اللي كان بيطعم في شرف موزة المسند في كتبه ومقالاته؟ موزة ام اميرك اللي قويك في الدوحة وبيمضي لك على الشيكات. انه كان لموزة يعني عشيق او حبيب شاب مصري في الحي اللي كان ساكن فيه، يقال انه كان ساكن في منطقة المنتزه على البحر. هو مش ده صاحبك اللي شكك في نسب حمد بن خليفه ابو اميرك وقال انه مش ابوه وانه ابن ال، ولا بلاش نكمل. طب مش ده صاحبك اللي كان لمؤاخذه بيبص على جسم زميلتك وكان بيقول فيها ما في الخمر واتكلم عنها كلام سافر ومنحط الصراحه؟ هو مسكين الخديجه بن جنه مره في احد البرامج صوروها هيك من تحت الا هي لابسه هتاخد بنطلون محسر تحسير. انت بتلاحظ في كثير بتلاقي محجبات لكن محجبة ولابس حجام وعامل هيك ولابسيت لك بنطلون كاوبوي مبين البضاعة كلها. يا جمال يا غيان انت بتسمسر مع أسامة فوزي اللي طعم في شرف قطر وحريم قطر وحريم حكام قطر وزميلاتك في العمل، فجاي تستشرف علينا يا ابن وتدعي حرصك على الفضيله؟ يا ابن السمسار يا حقير، جاي عيني عينك تعترف ان اجندتك هي الضرب ما بين العرب؟ خيبك الله وخيب الدوله اللي اوياك يا خادم الصهاينه. انها فعلا قطرائيل. مهنه السمسار القذر اللي ورثتها انا ابوك ماشيه بدمك يا جمال. مين المستفيد يا جمال من الوقيعه ما بين اي شعبين عربيين؟ الصهاينه طبعا وحلفائهم الاعاجم الفرس والترك، وانت بتخدم عليهم كلهم يا قذر. والشعبين السعودي والمصري ايد واحده غصب عنك وعن اللي مشغلينك، وكل الشعوب العربيه بفضل الله ايد واحدة. وانا قاعد لكم هنا يا جمال ومش هسمح لامثالك بالضرب ما بين الشعوب العربيه ابدا. الا بالمناسبه يا جيمي، احمد بسام ابن فلسطين اللي اباءه واجداده مناضلين حقيقيين السماسره زي ابوك، الجدع ده عمل فيك ايه ورا مصنع الكراسي؟ من كام يوم بعت لك السلام معايا وبيقول لي ابلغك انه مش هيزهق ياخدك ورا مصنع الكراسي كل ما يجي له مزاج. وكفايه حقاره وعماله وسمسره يا ابن السمسار، وكفايه عليك لسع النهارده لحد كده. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.